وانت مو ضيفي، انا ضيف عندك بعد. الله. انت صاحب المكان طال عمرك. الله. يا بعد راسي انت من اهل الشرقيه صح؟ اي نعم دائما سبحان الله مضيافين و... ما عليك زود يا ابوي، ما عليكم زود سبحان الله، يا ريت يعني يكثرون عندنا في قناه المجلس منكم. نتشرف يا ابوي نتشرف. ما عندنا الا ياسر العباس وش اسمه هذول مقدمين يطلعون في ماسه، ابراهيم النقيب ووليد باصالح، ويعني ما شفنا منهم ولا احد مره منهم دعاني على عشاء من صنع يدي، بس سندوتشات شاورما وكذا. ومغثين ها؟ اي والله. وش رايك انت في الشاورما؟ وترى انا مقدم فانسى نفسي احيانا، اصير انا المقدم وانت الضيف. بس 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 يا لا لا بساط احمدي عطني واعطيك. الله. اي والله بساط احمدي. وش رايك اللي يعزمك على شاورما ويعزمك على برجر ويعزمك يعني يكرمك، بس مثل هالنوع من ال يعني قصدك الشوربه ما هي بحلوه؟ لا انا اقول لك وش بالعكس، اقول لك اللي يعزمون هذوليك بالسندوتشات والاشياء. لا عاد السندوتشات ما ادري، يمكن ميزانيته شوي ولا شيء. أيه ولا اذا كان هو عاد ما شاء الله ربي مغنيه. اي الله مغنيه، وراح اقطلك بشاورما ولا شيء. أيه ب 6 ريال ولا ب 10 ريال. أيوة شو لا من مقدمين مجد يعني الله مغنيهم. أوه ويعزمونك على شاورما وبرجر. والله ما صراحة طاحوا من عيني ما لها داعي. أي أيوة والله لا تستضيفهم أو استضيفهم وورهم الكرم الحقيقي. منهم؟ أبعطيك أسماءهم يعني. إبراهيم النقيب. أيوة. هاني مقبل. أيوة. ياسر العباس. أوف أنا لحظة ياسر العباس أنا أيوة. تعشيت معه. أيوة. ويقول لك تعرف صديقك. أي أيوة. تقول إيه أيوة. سافرت معه. أيوة. تقول لا يقول لا. أي زيني أنت معه خدت منه دين؟ تقول لا يقول لا ما تعرفه. صح. بس ياسر انا سافرت معه. ايوه. وتعايشت معه. وداينت منه. وداينت منه وداينت منه. اجل انت تعرفه. فتلقاه اكيد زي ما قلت لك يعزم الناس على سندوتشات بس. عاد بمنصور عاد اذا طلع معك بخيل صراحه عنده مع جدتي. ما حتى عزيمه ما عزمنا.